حبايبنا في كل مكان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. الفيديو ده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بصوا النهارده فيديو جميل، فيديو انتوا بتحبوه وطلبتوه مني كذا مره، اللي هو فيديو الخبيث. انا دايما بعمله وانتوا دايما بتطلبوه مني، فانا النهارده قلت كده ايه اعمله معاكم زي ما انتوا طلبتوا وزي ما انتوا عايزين تشوفوا. فقلت هوريكم كده وانا بخبز شويه عيش كده حلوين. طبعا انا بادئه من بدري اهو، كميه عامله كميه، فقلت خليكم تشوفوا معايا باقي كميه كده ايه صغيره عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني. طبعا العجين والمكونات انتوا عارفين، دقيق وميه وخميره، وبعجنهم وبسيبهم حوالي ساعتين، وبسيبهم حوالي ساعتين لغايه ما بيختمر، وبعدين بنقطعه ونسيبه يرتاح شويه تلت ساعه، وبعدين بنخبزه زي ما انتوا شايفين كده. ماشي؟ طبعا انا كل الخطوات دي عملتها معاكم كذا مره، بس المره دي فما رضيتش اعملها لكم، يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل، فقلت ايه خليني كده افكوا على مرحله الخبيز كده على طول، لان انتوا حضرتوا معايا كذا حاجه قبل كده، حضرتوا معايا الفيديوهات من اولها في العجين والتقطيع وكل حاجه قبل كده، فقلت خليكم في مرحله الخبيز بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا. انا ما اقدرش انتوا تطلبوا مني حاجه وما اعملهاش بصراحه. في كذا حد قال ام كريم احنا عايزين فيديو خبيث، فقلت حاضر. فاول ما لقيت فرصه وكده قلت يلا صور فيديو خبيث. ان شاء الله هصور لكم فيديوهات خبيث كتير الايام اللي جايه. هنا انا عشراتكم طبعا وزي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا شايفين. بص العيش طالع بسم الله ما شاء الله عليه اهو. العيش تحفه، يعني طالع زي الظهر زي الوش مستوي، وش وظهر مستوي، فا يعني حلو قوي يعني. وكمان انا بعمل كمان بابا غنوج اهو. كان عندي التنجانه في الثلاجه اهي، طلعتها عاملها بابا غنوج، بشويها في الفرن مع الخبيزه اهو، وتطلع بصوا زي الزبده اهي، هي كمان استوت خلاص. خلاص انا كده خرجتها. هنقشرها ونعملها بابا غنوج. لازم ننظف مكان الردة دي كده لأن الردة دي بتحرق العيش. في ردة بتقع من العيش بتقع على الفرن فبتحرقه يعني. الردة أو دقيق فلازم نشيلها يعني. لما بنسيب العيش يرتاح كده فبيكون سهل في الفرد وفي الخبيث، فبيكون سهل عليا ما بيتعبنيش، بيتفرد بسرعه ويتخبز بسرعه. ده طبعا لما بنسيبه يرتاح شويه. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك، اهم حاجه ارفع الجرس عشان يوصل لكم مني اي حاجه انزلها. ما تنسوش اهم حاجه تحطوا اللايك، انا عايزه لايكات كتير جدا للفيديو ده. يلا انا عايزه اقول لايكات كتير للفيديو ده، عايزه لايكات كتيره جدا، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان عيله ام كريم تكبر بيه.
شاء الله كده الايام اللي جايه معايا فيديوهات حبيبي وفيديوهات عجين كتير، عشان انا عارفه كل المتابعين كل حبايبي بيحبوا يشوفوا الفيديوهات دي وبيحبوا يشوفوا ان انا بعمل معجنات. ان شاء الله نعمل معجنات كتيره الايام دي، خليكم متابعيني بس متابعين فيديوهاتي. وعايزه الفيديو ده يتفضل كده لايكات ومشاهدات. انا عارفه جمهوري ام كريم وحبايب ام كريم واخواتها واصحابها، ما بيأخرناش طلب وما بيرفضناش طلب، وربنا يخليكم ليا. وانا بحبكم قوي قوي قوي، ويا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، فيديو يكون خفيف لطيف ما تزهقوش مني. يلا شوفوا على خير ان شاء الله، خلص عليها الكميه. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، شوفوا على خير ان شاء الله الفيديو الجديد مع نفسي.